استاذ احمد فكاك البدراني، دكتور معالي وزير الثقافه والسياحه والاثار، عرف ما ياتي السياحه الثقافيه. هي حضور الجمهور الثقافي ومشاركته في النشاطات الثقافيه والفنيه. تقام كثير من المعارض التشكيليه، تقام كثير من المهرجانات الشعريه، تقام كثير من المهرجانات الفنيه، المهرجانات يعني المسرحية السينمائية الغنائية، فهذه تكون جاذبة للمثقفين، فهذه تسمى بالسياحة الثقافية. يعني مثلا شارع المتنبي هو جاذب للسياحة الثقافية. طيب معارض الكتب، المنحة التشجيعية، هذه المنحة اللي تطلقها الحكومة سنويا للنقابات والاتحادات الثقافية، باتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين والفنانين في كل عام. تعريفك للمثقف العراقي؟ الحقيقة المثقف العراقي هو الإنسان، ربما سأكون يعني متحيز قليلاً للمثقف العراقي، هو الإنسان الموسوعي في مجال المعرفة. فتجد الشاعر الحقيقة هو شاعر وهو ناقد، وتجد التشكيلي هو رسام، وأيضا عندما تبحث تلقي شاعر. تجد الطبيب هو طبيب وهو شاعر أو روائي أو قاص. تجد المهندس يعني كذلك، فيمتلك أكثر من خط من خطوط الثقافة، فهو يعني الموسوعة المعرفية في مجال الثقافة. ما هي الثقافات الدخيلة برأيك؟ كل ما يلوث الثقافة الأم. طيب، علامة صح أو خطأ، لا توجد عائدات مالية لوزارة الثقافة عدا الموازنة العامة للدولة، لا هي وزارة فقيرة. لا، أكو عائدات الحقيقية من خلال السياحة، من خلال المتحف العراقي. طبعا السياحة هي تجيب أموال، بس هي هيئة الحقيقة الآن رابحة، كانت خاسرة، لا تتقاضى راتبها من وزارة المالية، من واردات السياحة. ما تتفاعلين ويا المؤسسات السياحية؟ تتعاملون المؤسسات السياحية بعقلية، عفوا لستم أنتم، لكن منظومة الوزارة تتعامل مع المؤسسات السياحية بعقلية يعني شو تقصد بالمؤسسات السياحية؟ كل المؤسسات اللي تتعامل مع السياحة العراقية، مطاعم، مؤسسات السياحة الأخرى، إجازات ما تطول للناس. ها إحنا كل مشروع كامل الـ يعني المتطلبات متطابق للقانون، نعطي الإجازة بوقتها المعلوم. قوانين ما تحدثت مع وضعنا الحالي يا معالي؟ لا، إذا تسمح لي، إحنا بعضها سبب كوارث، مثل كارثة الحمدانية. إحنا ما ننطي واحد سقوفه من يعني سندويش بانل، أو سقوفه من الخشب الرقيق، أو قابل للاحتراق، أو جدرانه، لأن هذه مردودها كارثي. صحيح. يعني أو مثلا يعني يسيء أحيانا إلى من خلال وجود عاملات غير عراقيات بتصرف غير لائق. طيب خلينا نكمل. دار ثقافة الأطفال تعاني من غياب وعدم تأثير على مشهد الطفل العراقي. دار ثقافة الأطفال الحقيقة الآن يعني هي دار منتجة، وعندنا مشروع أيضا يعني رفعته أنا الحقيقة إلى مجلس الوزراء ولم يعرض بعد، نساهم بتثقيف كافة الطلبة من خلال وزارة التربية. كنا نقرأ عندما كنا صغار، إحنا ما كنا صغار نقرأ مجلتي ونقرأ المزمار ونتبعها، وكثير من يعني العوائل العراقية كانت مشتركة بها اشتراك. الآن عندنا مشروع راح نعرضه على مجلس الوزراء، أن هذه المطبوعات توزع يعني في المدارس، لأنها أيضا تربي الطفل على النظافة، تربي الطفل على القيم، تربي الطفل على المحبة الوطنية. يعني من خلال الرسومات الكاريكاتيرية
من خلال بعض النصائح الموجودة، لأن تدري يعني الثقافة نظافة والنظافة سلوك. طيب. هذا عندما احنا نوصل الى طالب الابتدائية وطالب المتوسطة نساهم. يعني هذا بالقياس، اكو حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله يقول بلغوا عني ولو آية، ما قال بلغوا عني القرآن او بلغوا عني كل الحديث، بلغوا عني ولو آية. فاحنا اذا استطعنا ان نوصل لهذا الطالب بالابتدائية مسألة او مسألتين او خمسة او عشرة، ساعدنا ببناء شخصية هذا الطفل وطنيا وسلوكيا. تأجير فندق نينا والدولي لأحد الشركات لفترة 150 سنة. الحقيقة ما 150، 144، أكو 6 سنين زايدة. يا الله، ولكن نعتذر منكم، نعتذر، زيدناكم 6 سنوات. 6 سنوات إذا تسمح لي حتى أوضح لك. يا عم وضح لنا. الحقيقة هذا كان في عام 2003، كان في عام 2003 وهو موضوع كارثي وعقد جائر، واحنا وهم بالمحاكم كسبنا القضية قبل فترة. المفروض كان اليوم نكتسب الدرجة القطعية، ولكن صار طعن بالقرار، لان وان شاء الله احنا كاسبين القرار، واحنا رافضي، واهل الموصل بشكل عام رافضي، والقضاة الكل رافضي، لان عقد جائر جدا، يعني صار تحت أوامر الاحتلال. وأقول إلى يوم القيامة. لا صار تحت أوامر. إلى 150 سنة. بس إذا عدلين ميتين. أوامر الاحتلال يعني كانت هكذا، صار ضغوط على من كان مسؤول في هيئة السياحة آنذاك، قبل 20 سنة، قبل 21 أو 22 سنة بالضبط من الآن، ما كانت الأمور هي، وفعلا هو كارثي. أسهل شماعة هي شماعة الاحتلال، وبعدين إحنا نكتشف إنه العيب فينا. والمشاكل هي من داخل البعض الذي أدار مؤسسات الدولة في فترات سابقة. نعم. واستغل الضعف الدولة الأمني أو السياسي. كلامك دقيق جدا، ولكن أذكر لك فد شيء، وأنا الآن على الهواء وكثير الآن يراقبونا. أنا تبحرت في هذا المسؤول وسألت كثير، حقيقة سألت كثيرين ليش صار هالشكل، فقيل وقيل للتضعيف. فقيل أنه هدد أحد القيادات الأمريكية أنه إذا ما تم تأجيره لهذه الشركة راح أبيعه بدولار. يعني وتعرف دائما الـ 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 يعني المحتل متعسف على العموم. هسه الله يغفر له، لو كان فعلا يعني كان انسحب أفضل ما يدخل هالمدخل العجيب هذا. وزارة الاتصالات تطالب مجلس الوزراء بإغلاق منصة تيك توك، صح غلط؟ وزارة الاتصالات عندك السؤال. لا، ما لي علاقة أنا بالاتصالات. هسه عندنا أسألك بشكل عام، مو القضية تخص. صح لو لا. صح لو لا، أنت إيش تعتقده؟ أنت رجل مثقف. أنت رجل مثقف قبل أن تكون وزيرا. نعم نعم نعم. فهل لأنه أنا قرأت لبعض المثقفين، هذا وضعناه آخر شيء. نعم. قرأت لبعض المثقفين يقول لك منصة التيك توك فيها الغث والسمين. نعم. فيها الجيد وفيها السيء. احنا ذا كل شيء بقضيه نعتقدها سيئه او نغلقها بعد حين راح نبقى بس احنا واحد وابوجه الثاني. انا ما مع غلق الموقع. زين خش اتهم ويانا، يعني نجي وياك احنا. املأ الفراغات التاليه: خصصت حكومه السيد السوداني مبلغا وقدره كذا خاصه لدعم الثقافه والفنون. يعني كثير، انا حددت لك 5 مليار لنقابه الفنانين. يعني ذكرناها. طيب خلوا على خمسة. نعم. يعني نتجاوزها. عودة العراق إلى المجلس التنفيذي في اليونسكو تساعده في أولا إيصال صوتنا إلى العالم في مجال التربية والثقافة والعلوم. هذه المنظمة مهمة جدا، هذه المنظمة ساعدتنا في بناء كثير من الدور التراثية من الجوامع والكنائس. الآن منظمة اليونسكو تعيد بناء جامع النور الكبير، منارة الحدباء وكنيسة الطاهرة وكنيسة الآباء الدومينيكان، وهذه الثلاث يعني الجامع والكنيستين الحقيقة معالم عراقية مهمة جدا، عمر البعض منها 1000 سنة. فالعضو يعني عضوية العراق هي مهمة جدا للعراق ولسمعة العراق واستحقاق العراق.
استعاد العراق خلال هذا العام كذا قطعة أثرية من مختلف دول العالم. ها استعادينا الحقيقة احنا من الداخل والخارج. اللي استعادينا في عهدي من بريطانيا 6000 قطعة. زين. من إيطاليا قطعة واحدة ولكن ثمينة جدا. من بريطانيا عندنا قطعة الآن أيضا يعني نستلمها. من مصر 6 قطع معدنية. واستعادينا من الداخل 9383 قطعة عدا المسكوكات.